Yo. ¿Dónde va a ir? بلينا عمل لي برمي على كل أضوات الحارة لعند هذا مأمون لهم اجتماع بالمضافة صار معي يا عمي أبو حاتم فهمنا بالقلم نشرح شو القصة يا جماعة هلا أبو كامل ابن أخوه للزعيم أبو صالح الله يرحمه هي ما عدا حكينا فيها بس اللي عم يصير بالحارة لا من مربانا ولا من ناموسنا ولا من اخلاقنا طيب شو عمل ابو كامل؟ احكي لنا يا ابو حاتم سمعنا اخذ بيت ابو مرعي غصب عنه واخذ بيت عمه ابو النار وحط ايده على بيت الايداعشمي واشترى دكانه ابو سمير وحمصاني وحط لنا زلمته النمس فيها واخر متاخر احكي احكي يا ابو ممدوح قل له شو صاير معك؟ يعني النمس طالب مني يشتري بيتي لصالح مأمون بيك يلا لا يا ابو حاتم لا خلص قولها بقى قول انه شلي حسد ودي تعيبها اثبت كلامك وعرف مع مين عم تحكي ها اوعك انا ابو حاتم الشامي معروف اصلي وفصلي وقديش ما كاناتي الله يبارك فيك يا ابو حاتم صلوا على النبي اللهم صل على النبي لا يا ابو حاتم والله على الناس تتخانقوا كرمالي كرمال الحاضرين عود تفضل عمي تفضل. كمان يا شيخي مو معقول نتخانق نحن عضوات الحارة مشان واحد صاروخ مثل نمس يا ابو حاتم ما قلت لك اذا متضايق منه وين انا بلعه برات الحارة ويا نمس علولو تعال هون اسمعوا يا سمع هلا بنطب اغراضك وبتلعب برات الحارة واذا بشوفك جواتها بدي ارفعك فلا بلا مصلمة عندك الحارة ليش بيش شو عملنا؟ لا ترد علي يلا ضب غارك ولا نحن أمركم بيك وقت الكبار اللي مشكون بيحكوا اللي مش اللي بيخلص اسمح لي هات هون شو بيك؟ تعال عندي لهون ها تعطيني مفتاح الدكان والبيت هذا شريف ولي مفتاح الدكان والبيت وإذا بدك مش لحالك كنت شامي كمان هاي ما تروح إلا عند الوش اللي مثلنا بس دخيل ليش ما تحبار الخواطر أكبر من كل كبير الله معك ضربي ست ما يرد وهاي خلصنا من وحدي عن إذنك شيخنا شو في كمان أخي حاتم؟ بيت أبو ممدوح على راسي أخي البيت ملكه وما في حدا بيقدر يجبره إنه يبيع هذا البيت لأي مكان البيت بيته أخي ولما حدا بيزعجه بكلمة أو بيهينه لازم يحكيها قدام كل أهل الحارة من شان الله لا تزعل من أبو حاتم أبو حاتم قلبه طيب بس واضح وصريح بالعكس يا جماعة، ما في أحلى من الصدق والصراحة، وما بتتصوروا قديش معزة أخي أبو حاتم كبيرة عندي. شوفوا يا جماعة نروح على أشغالنا. يا رب.